أوي يا أوي يا اخويا، عادة رعب هذيك. هذيك احلى ذكرى تش بتقول في المسيرة احلى عام، بتاعك. احلى عام، احلى عام تعدى الحقيقة. هو بدينيا صعيب راه الحقيقة، حتى حد ما امن بينا بدينيا صعيب. وقتها مع سي غالب بن يحيى ما امنوش بينا، ما احنا امنا برواحنا، ورينا اللي الفورس دي كاركتير نتاع الملاعبية، ومشينا بعيد وقتها وتحدينا الناس الكل الحقيقة. امنوا بينا الادارة زادة، سي حمدي الحقيقة كان واقف معانا، سي رياض، واحنا معناها عندنا جروب باهي. اما وقتها ما الناس كل ما تصورتش اللي معناها كجمهور، نحكي لك معناها فما برشا ما تصورش اللي ولا حتى الاعلام وحتى معناتها المحللين والكل ما كانوش مرشحين ترجي، حتى الجمعيات الاخرين ما مش قارين لنا حسابنا، خاصه ربيط الابطال الاولى اللي مع سي خالد وبعد خذاها معين 2018. صحيح، نحكي لك على الاولى. الثانيه معناها جد بتبيعت هي تبركه، هي تبركه هذاك. صحيح الحقيقه معناها كانت العام الثاني نحكي لك جمعيه توب معناها وقتها، وزاد سي معين معناها ما خليش من روحه معناها خدم خدمه كبيره وزرع فينا اللي كما قلت لك هي تنلعب، اعطيني نلعب اعطيني نربح، فهمت؟ الحقيقه الجمعيات الكل ما خسرنا حتى ماتش في الشامبيونز ليغ هذيك. اصعب فتره فتره الفار، فتره الوداد، معناتها ترجي حسيتوا روحكم مستهدفين، حسيتوا روحكم نجم القدره تخسروا يعني من الفينال الاولاني وقت من الليل الغادي. لا لا مهدي اسمه مهدي عبيد زاد ما لازم مهدي عبيد الشارف الحكم الجزيري مهدي عبيد هذيك وقتها من عرفنا معناها اللي ماتش لالي اللي حبوا يخدموه من لالي من الماتش في القاهره، حبوا يخدموه الماتش هذاك باش الاسبيرونس تذبح، فهمت؟ حتى كي باش ترجع في رادس اللي باش يصير معناها ما تربحش ما تخلطش معناها نتاع ثلاثة شيء كونتر الاهلي باش تجيك الاهلي معناها بالملاعبين اللي عنده بالخبره اللي عنده معناها باش ينجموا يجاريوا 90 دقيقه، باش تخسر واحد شيء اثنين شيء اثنين شيء احنا بون نتعديو. اما نحكي لك معناها ما كان ماتش صعيب برشا الحقيقه. الروتور انا ما لعبتوش نفس اللي صار معناها في العام الاول، كيف العام الثاني ناخذ ورقه في الانكار، من بعد كان ناخذ ورقه في دومي في الليله في الفينال في الفينال في الدومي وفي في الفينال يعطيك صح فينال لالي على غالب معناها جات في الصالح معناها ميم باركور ميم جوار يتبدل محمد علي اليعقوبي يعمل ماتش باهي ونهزوا الفينال نتاعنا يعني جد بتبيعات. المهم تقيدت لك بيان سور زوز شامبيونز ليغ مع بعضهم. بعدش نحكيو على بعد الترجي، شنو صار بعد الترجي معناها وكي مشيت للاتحاد الليبي وشنو هي لي بروبوزيسيون اللي جاتك وقتها. باهي في الاثناء فما بالطبيعه احنا عندنا فقره توا هذه الساعة هذه كما نقولوا ماتش دابليكاسيون كهو لا 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 بالعكس بالعكس الساعة هذه يا خويا عندي ليك فيها مفاجأة سارة جدا باش نحكيو توا في لحظات باش يجينا ضيف بالتليفون باش تطلعوا انت شكون ضيف معناتها عزيز عليك هذا انا متأكد منه. ثم انت باش تشوف بتشوف الاسم بتشوف كل شيء. الاتحاد الليبي كيف جات معناتها وفات الفتره مع الترجي وقتها؟ بون مشيت للشمال القطري قبل اي قلت الاتحاد الليبي اللي كملت فيه الشمال القطري الشمال القطري بون في كونترا نتاعي بون جاتك البرونغاسيون تاع 2 3 موا وقتها وقت كورونا بون الملاعبيه كل زادت. شكون اخذ الديسيزيون باش شمس ما يكملش في الترجي؟ ولا بالاشتراك مع بعضكم تفهمتوا بالتوافق؟ نيه تفهمنا انا ما عنديش حتى مشكل كيما نقول لك راني انا جوار مكشخ نحب اسبيرونس معناها حتى ميم كي جاوني قبل دي بروبوزيسيون قبل معناها قبل ما نخرج ليبر جاوني معناها جمعيات معناها باش يبدلوا لي حياتي وباهيين معناها قطر في قطر وكذا في السعوديه فهمت معناها سون بروبليم كي قال لي سي حمدي ليه السي ليه معناها صحيح معناها حكيت وواحد اما كي هو وصلت له الحكايه وقال لي سي ليه معناها كهو بوان فينال خاطر انا اللي عشته في الاسبيرونس واللي براتيكمون الخير اللي عندي تاو الحمد لله يا ربي معناها سي غراس الاسبيرونس معناها ما نجيش انا عندها فضل عليك ترى فضل كبير معناها فهمت ما نجيش انا نقول مثلا نصح راسي معاه ولا معناها الشخص هذاك نحترمه برشا فهمت نحبه برشا معناها كان واضح معاك ماكش باش تخرج واضح ماكش باش تخرج صاي تسكر الموضوع و من غدوه نرجع نترين على روحي ونكور على روحي. اما زاد حتى في الترجي الامتيازات الماديه ما شاء الله معناها كنيفو يعني تونس طالعه برشا. شفت الجمعيات الاخرى الجمعيات الاخرى باش نمشي لهم مثلا لبرا ثم ديفيرينسا بطبيعه فما ديفيرينسا كبيره فهمت الخليج فما اما انا في تونس في الاسبيرونس معناها ناخذ في حقي وشهريتي محترمه على الاخر وناخذ معناها عامين نخرجوا بالكدا
وما حتى عندي بريميات وواحد وكل عام عني نهزوا بالتيتر بالزوز فهمت. ثم فلوس محترمة فهمت قاعد دخل فيها واحد ما يخزرش الكوتي باركة فهمت. آه أنا في الاسبيرونس في جماعة كبيرة في تونس في الأفريق عندها اسمها باسمي عملت لي معناها كل شيء الاسبيرونس وفرت لي كل ظروف النجاح معناها واحد ما نجمش يعمل جيس خايب ليه واضح مشيت معناها في الاخر فان كونترا مازالت وقتها هي الشامبيونا ومازال عنا وانا العام الاخر ما لعبش الحقيقه برشا ما لعبتش برشا معناها حكيت البلوسور زاد تحيرت شويه العام هذاك صحيت انا كي ما نلعبش برشا وقتها نولي سوليسيتي برشا للضارب فهمت. واضح كي نبدا نلعب جوي باهي ما نتقلقش اما كي نقص فهمت حسيت في اخر العام جاتك ثلاثة شهور اللي كملناهم نحن سي معين حكى معايا قال لي سمعنا اللي عندك كوفر كذا فهمت قلت راهو عندي في قطر وقال لي باش انا كنت حاب تمشي معناها نعطيك في فير خلينا نمشي نحكي مع مع الرئيس وتمشي على راه واضح. قلت له هما يستنيوا فيا معناها انا قلت لهم راني سو كونترا مع الاسبيرونس ونحب نقعد معناها لاخر لحظه انا ما نحبش نخل بال الواحد نتاعي فهمت. اذا كان تراجي قالت لي اوكي وقتها نجي معناها ولا... ومشيت هكاك الامور ما توصلتش برشا تجربه في قطر بون تضربت غاديكا تضربت لعبت سيت ماتش شويت ماتش تضربت عملت تقطعت في الاسكيو بون الانترونور وقتها صارت شوي علي ضغوطات خاطر في البيريود هذيك معناها في الديفونس انا الجوار بروفيسيونيل اللي جايين معاملين عليه فهمت. وانا وقت عملت انا يحبوني برشا الحقيقه عملت 8 ماتشات باهين وكانت عندنا جمعيه باهيه وحبوا وقتها يطلعوا حسيل كانوا معايا باهين فهمت. قطعت الهو بيا واحد اما رجعت قبل ما نبره فهمت وقت ما زدت في الريديوكاسيون في وسط الريديوكاسيون صارت مشاكل وقتها الاكسيرا اللي كان يلعب جنبي تضرب هو زاد والاخر خذيت روازيم وحسيلو زاد لعب بيفو زاد تضرب له فهمت حسيلو صارت مشكله فهمت رجعوني انا قبل يا اخي عاودت قطعت ماهيش كاتبه انه تواصل غاديك كملت في الاتحاد الليبي وقت انا عملت 8 ماتشات وفما بديت جمعيات معناها نتكلم فيها من الواحد فهمت. كانت فما فهم امكانيه انه تزيد معناها تتواصل اي معناها بديت الاتصالات باش نمشي الجمعيه نسمع عاود تحاير فوالا يلا غالي عاود شديت بلاصتك مش كاتبه دونك كملت في ليبيا التجربه الليبيه نحكيو عليها بعد لحظات حط الكاسك شمس الدين ذوادي باش تستقبل انت معنا التليفون حاضر توا نتصور حاضر الفا شكرا صار تغيير على مستوى الاخراج التقني خروج رقم 5 وهبي الوعر دخول رقم 3 انت الفا 10 دراجي اي سيدي شمس الانفيتي حاضر معك هذا واحد شخص عزيز عليك نعتقد معناها حسب التحريات اللي عملناها شخص عندك معاه علاقه طيبه دونك انت قول له هو باش يجاوبك خويا قولو الو وي وينك شمايمه هكا طلعته مفروض إذا كان عطاك الأمارة إذا كان عطاك الأمارة سيبوه يعطيك الصحة دونك معنا ياسر عطيتك راه شوية ياسر عطاك فرح بيك قبيلة عليك شوية فرح بيك ياسر عباس مدرب الحراس في حمل تحياتي خويا مرحبا بيك خويا مرحبا بيك خويا مرحبا بالسادة المستمعين كله مرحبا بشمس بحذاك خونا عاد لا وشكرك في غيابك راه والله لا في باله اللي باش تتدخل معنا في الساعة الأولى احكي عليك بالخير نعرف من غير ما تقول لي 10 صاحبة نتاع صغار تربينا مع بعض معناتها علاقتك بدات مع 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 شمس نجم نقولوا في الطفولة وانتم شباب وما زلتوا شباب إن شاء الله وكنتوا توا تخدموا بعضكم توا ظهري في حمل في مش توليو بروشينمون كان تحكي لي شنو هي القصة هي كيف ما نقولوا فيها نجم تقول التاريخ يعاود في روحه فهمتني كانت البدايه مع بعضنا بدينا في حملم في اللي طلعنا سنيور مع بعضنا وبعديك كل حد ورزقه وين مشى فهمتني اي شمس كاتب له المكتوب باش مشى خرج مشى لتوال بعد مشى لسبيرونس
وتوا كما نقولوا نحن التاريخ يعاود يرجع في روحه، عاودت كتبت المكتوب وكتبت الصدفه باش نعاودوا نعاودوا الديبار نتاع نتاع الكارير نتاعنا جديده مع بعض مع بعضكم. مع مدرب الحراس في ستاف تكنيك وهو المدرب المساعد مع سينابيل تاسكو زاد تو باش تواصل مع سينابيل اي في المرحله الجديده هذه ان شاء الله باش يكون معنا سينابيل. كان سي ماهر الجيزاني كان سي ماهر الجيزاني بالمناسبه نوجه له تحيه كبيره اللي عمل خدمه كبيره معنا في حمل فهو بصراحه معناتها المدربين اللي تعداوا قبلوا الكل كسوا سي حبيب الماجري سي سامي القفصي والعام خدموا خدمه كبيره بصراحه في حمل انف لكن مالوروزمون نقول الكره ما مشاتش معناتها. ياسر انا فما اسئله نسالهم نتاع اعطيني خصائص الانفيتي وكذا والبرة من الكوره كيفاش هذوما مش نسالهم خاطر نعرفوا خويا راجل وتبارك الله عليه وما شاء الله عليه ومتربي وكل شيء. احكي لي الحاجات اللي احنا ما نعرفوهمش. اعطيني شويه حوايج من قاع الخابيه خويا. قال خابي صعيب برشا اخويا ما مش قاعدين معناها الانتيم على الاخر هاي لا 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 حاجاتك الانتيم على الاخر اي معناتها كي تلخص علاقتكم مع بعضكم مواقف هكا بالحق ما تنساهمش مع شمس وكل شيء شنوما مثلا الحمد لله تعدينا ببريود كبيره معناتها صحبه كبيره وعشره كبيره بيناتنا معناتها تعديت ولينا عائله واحده ما عادش صحاب معناتها لا معناتها سيريوزمون شنو اللي يميزه معناتها شنو اللي خلاه حسب رايك انت يوصل برك الله يعمل الكارير الكبيره هذه كيف ما نقولوا نحن على قلوبها ترزاق اي شمس انسان معناتها الحمد لله معناتها ربي سبحانه كرمه على قد قلبه راجل ما يحسبهاش مع اصحابه وين تلقاه معناتها تلقى صاحبك موجود بحذاك نقولوا نحن بلغتنا ولد بلاد انسان راجل فهمتني والحمد لله ربي سبحانه وكرمه خليك صحيتي لا شوف خويا ايش نقول لك هذيا معناتها شهاده راه والله مش مني انا من العباد الكل شمس وين تشوفه وين يخرج تلقى محبوب عند العباد الكل شمس من الجوارات اللي ما تلقاش عنده مشكله مع حتى حد تلقى جمهور الكلوب يحبه والتوالي يحبه تلقاه معناتها في كارير الكل ما تسمعش نهار شمس عمل ديكلاراسيون خارجه على النص ولا عمل حاجه غلط فهمتني كان يعرف ليها يحكي بالبدايه شوف في ليبيا سالوه على جمهور اتحاد ليبيا قال لهم نشكر جمهور ترجي عنده الحق خويا عنده الحق الانسان هذه شوف حاجه من المميزات نتاع شمس ما يعرفش يد اللي تمدد له ما ينكرش خير لعباد يراب العشره بيان سور ويراب العشره وما ينساش خير لسبيرونس ومعناتها اكيد تربى في جمعيه كبيره اللي هي النادي الرياضي الحمل انف وبعديك مشى لعب في جمعيه كبيره لسبيرونس ما ينجم يكون واضح ما ينجم يكون كان خويا بالخصال هذوك معناتها شمس ياسر علاقه طيبه ظهر لي مع بعضكم خويا انا عندي ايمن وليد معناها خويا ياسر خويا زاد عندي صحابي اخرين معناها باين برشا الحقيقه ما نغلطش برشا في صحابي الصحاب اللي عملتهم معناها قعدوا حتى بعد الكوره وماك تعرف معناها جوار يتعدى دي باساج معناها قويين برشا وكل يوينك يا معلم وكذا نجم ينسى كل شيء فهمت انا الحقيقه قعدت معناها محافظ على لي سوفينير نتاعي على اصحابي هذيك من الحاجات اللي خلتني معناها نقعد ستابل في الكارير نتاعي يعطيك الصحه شكرا ياسر عباس مدرب الحراس في فريق النادي حمل انف عباس قابلوا نهار اثنين صار في ان شاء الله يعطيك الصحه شكرا فضلك خويا وبارك الله فيكم الاستضافه هذه قال لك يا كاوا ان شاء الله يجيب حذانا بروشين ان شاء الله خويا ان شاء الله بقدره ربي العام الجاي نرجع حملهم في بلاصتها الطبيعيه خويا ان شاء الله ربي يوفقنا العام الجاي نرجع حملهم في الكبيره يعطيك صحه شكرا بارك الله فيك شكرا دونك وصلنا ليبيا قبيله ما طولتش برشا زاده نحاولوا هكا نقدموا شويه خاطر عندنا برشا مواضيع دونك ما ندمتش عليها تجربه في اتحاد ليبي لا والله كانت تجربه باهيه الحقيقة تفاجئ بالنيفو نتاع الملاعبين اللي في ليبيا الحقيقة عندهم وعلاش ما وصلتش غادي؟ ما أنا سيء معناها ما عجبتنيش الحقيقة ما لقيتش روحك في الجو في الواحد تحية ليبيا معناها بون تلهاو بيا الحقيقة أنا غاديك معناها في الاتحاد من أحسن الجمعيات اللي في ليبيا طبيعة. الاتحاد هزينا شامبيونا أما كعيشة فهمت ما كنتش مرتاح ما عندك ما لقيتش راحي خاطرها كي تسمع توا مثلا نبدا البر تسمع كرتوش مثلا فهمت
بو ما نحبش نحكي خاطر الحقيقه عملوا معي كان البيه الا لا ما الوضع الوضع الامني نخرج فهمت ايه. ماش مش مامنه فهمت لازم تمشي لبلاصه اخرى تنجم تصير لك مشكله هي مش كيما في تونس هي يعني على راحتك فهمت هي كتيب معناها مش كيما الكتيبه اللي شاده كيما نقولوا احنا في الله كيما في حمله تمشي غاليه يقولك اش تعمل هنا ولا مثلا ولا مش نخاف على روحي فهمت باركونتر مشي معي وليد خويا ما على بالوش والله ولا يسوق وحده في الكراف وكذا معناها كل واحد وطبيعته انا ما عجبتنيش الحقيقه أي. كملت الحقيقه وقتها كانت فما عروض اخرى معناتها اقل شيء كنت نجم تزيد ترودي ماري كاريرك مره اخرى معناتها والله حكيوا معايا هما شويه بعديك جاني اوفر في السودان من الريخ زاد هي وقت جمعية كبيرة في السودان معناتها مريخ اما الظروف فيها هرب اهلية وقت السودان زهرك بهالي يعني. بالحروب فوالا خايبة فهمت عشت الثورة في تونس والحرب ليبيا والسودان قلت لا لا وزاد الباساج تعديده في قطر معناها قطر محلية آه آه حبيت نقعد في قطر فهمت كي مشيت لليبيا ديريكت من قطر لليبيا معناها لقيت حاجة أخرى جنب ديفيرون وقتها الناس ما حبيتش نمشي وجيتني عروض في تونس ما لقيت وقتها تونس قلت لي جمعيات كبيرة باهين جمعيات باهين مش الرباعي الكلاسيكي بون الترجي معناتها مش ثلاثة هذوكم لا لا مستير فاهم مستير كلمتني سي فوزي وقتها حب علي معناها انا مانيش كونتر فهمت انا اخذت ديسيزيون معناها باش يزي باهي وقتها الناس يعرفوا شاف زين ذوادي يلعب في ليبيا فجاه قووك في الاطار الفني نادي حمل فما فهموش الناس السرعه الكبيره اللي صارت اونتر تونس عملت معناتها انت شهيد تدريب ولا لا بديت بشويه بشويه ولا بديت نقرا اي فوالا معناتها كنت تلعب وتقرا في نفس الوقت كيما برشا ملعبيه ولا بعد ما كملت الكوره؟ بعد بعد انا ندمت لي ما قريت اي باش تربح الوقت اما ملعبيه قاعدين يكوروا توا معناها باش يربحوا الدبلوم هذا باش يكملوا ديريكت خاطر الملاعبي كيما تعرف بعد الكوره معناها ماكش تلقى شيء معناها براتيكمون الملعبيه يا عندك برشا فلوس وعقارات ودنيا يا باش تشد التدريب ماكش متمكن من شيء معناها حتى عندك برشا فلوس يا دبروا عليك باش تعمل بروجي وتدخل ولا عالم تمشي ليه يا باش تمشي فلوسك معناها باش تاخذ بورتمانيات كامل اللعبه الكل وتقعد تاخذ في الكري ومو باش تقلق من بعديك خاطر باش تلقى حياتك فاضيه معناها كريت ما تستناش فيهم بكل يوم ما عاد شيء يا انا قعدت من با شهر وقتها قلقت فهمت ما حسيتش روحك ما زلت قادر تنجم نجم اي نجم في الملعب كنت النجم اما من بعد من بعد حبيت هكا نرجع نعمل بريباراسيون كنت روحي بعيد خممت شوية صعيبة صعيبة برشا كنا الرجعة هذيك صعيب برشا حتى كي تبدا تقدم في العمر مش كيما صغير فهمت في ساعة ريكوبيري كي تبدا هكا كبير شوية في العمر تصعب اما ما كانش مش موتيفي اما ما شديتش فهمت لقيتها هكا يفك عليا لا وقررت زاد في مخك انه صحيح فات الكورة بديت مرحلة جديدة اللي هي تدريب ودخلت داخل حلو برشا مع نادي حملون في بومبي قطع النظر على النتائج اللي صارت في الاخر مشكوكين هم اللي دارت النادي نحكيوش على حملون في مش نحكيو على حملون في توش نعطيوها نصيف ساعة هذه الحملون ورايك بالطبيعة في اللي صاير تويكا زاد في البطولة عموما لحظات نبداو حديثنا على حملون اكسبريس ألفة ما فهمت شيء خاطر أنا باش نقول له عندي فقرة وأسئلة وإكسبريس باش يخاف دونك حطيت هكاك دخلت هكاك للحكاية أي سي شمس الدين ذوادي تحقيق هذه فقرة فيها أسئلة بسيطة تبيع على الأجوبة تكون سريعة وكهو أحلى لحظة عاشها شمس في مسيرته الرياضية أحلى عام أحلى لحظة شامبيونز ليج الاولى 2018 كما قلت هما زوز فرد عام واحده بركه اي لا ما يسالش انت بالنسبه لك عام هذاك عامي قوي عام هذاك عامي قوي اسوء حدث صار في حياتك الرياضيه ماتش الاهلي غادي روتور عملنا 2-2 مع فوزي 3-1 بوم ما كملت لكش قبيله بعد الكوبارا حكيت لك على الفازه نتاع فوزي اللي ضحك اما من بعد كي رجعنا جيتنا الاهلي هوني وي شامبيونز عملنا 2-2 غاديكا وبعديكا وقت الحقيقه معناها كنا فيزيكمون تعبين وما كناش معناها توب تعبنا يعني قلت لك عدينا عام كبير وزيدنا مشينا لمصر عملنا تورنوا هذيك في الاخر معناها في
ماتش الاهلي هذاك اللي وقتها كنا حاشتنا بالفريشور فيزيك وحتى بالحاضر ما لقيناش معناها وبرشا وقتها حملوا مسؤوليه الفوزي وقتها برشا زاد حملوا مسؤوليه للناس كل ملاعبيه يقول لك ما ترجي ما كان حقها ما شاركتش في البطوله العربيه الاهلي وقتها ثاني ما شاركتش اللي صار صار وقتها اي اما هم لقب وقتها دخل خزينه الترجي معناها اكثر ماتش تغششت فيه واكثر ماتش غاضني الحقيقه وقتها كنا عن ايكيب باه كنا خير منهم كنا نجم نتعديه فهمت الماتش هذاك اللي تغش علينا برشا جمهور حتى من بعدك هزينا الشامبيونا قاعد ديما قاعد يجبدون عليه قاعد يتبع فينا لين هزيناها عليهم هما باش نسيو صعيب جمهور الاسبيرانس هذوما علي معلول كان زاد برز في الماتش هذاك بالكدا اما زاد تسب مسكين في تونس قاعد يبرز معناها قاعد يعمل في ماتشات باهيين عليه اما الماتش هذاك نذكره معناها عمل سونتراج على اليمين تعدى ومشي على اليمين ودار وسانتر اي برشا قال لك انت من جمهور الترجي قال لك كيفاش علي معلول يتحول في الترجي موتيفاسيون وكل شيء اما علاقه طيبه على الميدان بيناتكم وباللاعبين اللاعبين اي علاقه طيبه حتى انا وياه برشا انا وياه في المنتخب معناها امورنا باهيه معناها ما تشوفش معناها في التيرانك اللي كلاشيت وضرب وتكلويات اما في البرا دخل في اللعبه هذاك اي انسان متربي وكل شيء عملنا بوز تويكا تو نرجعوا للريتم تاعنا سؤال جواب فريق شمس الدين ذوادي حاب يلعب فيه بخلاف الترجي الرياضي التونسي في تونس ولا برا البرا تونس لا بالنسبه لك انت ساتيسفي بالكاري في تونس معناها امريكا نوري واضحه تو حبيت نعمل تجربه احترافيه في اوروبا انا جاتني وقت اوبورتونيتي من حملم وقت باش نلعب في المانيا في المانيا بوندسليغا في المانيا وقتها ثم مانجير جي وقتها تعامل مع عربي الميجري وقتها ومشيتش الامور حب يعاود معايا انا والله نسيتها بالضبط اما تلعب في الممتاز معناها تلعب في الممتاز وخموا فيا وقتها ما مشيتش الامور واضح مش كاتبه اما وقت انا حبيت معناها نعمل تجربه في الاوروب واحد حاجه تقعد له في كارير بالطبيعه جمعيتك البرة شنو هي الجمعية تحبها البر؟ ريال مدريد مهاجم يخوفك؟ في تونس مايكل بوم لعبتلوش اما مايكل وكي تلعب مع مايكل تحسه معناتها مهاجم كبير ياسر ما لعبتش معاه انت لا في الرجعة الثانية في الرجعة الأخرانية ما وقت مايكل فقد برشا من إمكانياته اما كي نتفرج فيه معناها نحس معناها بوا كبير على الديفونساريات وبراتيكمون ما ثم جمعية وقتها تحضر المايكل فهمت أي. افضل مدافع ترتاح معاه خالي شمال افضل بونتو ماركيتو خاطرتي ماركيت بونتو هاد زاد محمد علي يعقوب زاد نرتاح معاه اي يعقوب لعبتوا برشا مع بعضكم انا برشا عملنا ماتش شويه باهيين زاد زوز هذوما حاسيلو انت تحب جواب لا ما يسالش بالعكس نخليه اسمع الفقره هذه نتاع الحبايبات معناها اصحابك وكل شيء باش نعملوا لهم كيما لوماج صغير باش نذكروهم لا اكثر ولا اقل الحقيقه عملنا برشا ماتشات مع بعضنا وكان القلوب صافي كيما نلعب انا وخليل كيما نلعب ما كانش عندكم مشاكل كيما نلعب خليل ما كانتش الجمله فهمت ممتاز نحبوا بعضنا الناس كل قلوب صافي الناس كل تخدم مصلحه الجمعيه والحمد لله ربي كرمنا وقتها الحقيقه عام عديناه امبيكابل واضح بونتو ندمت عليه معناها انت توك تراجع الكارير بتاعك شمس تقول انا سبب في قبول الهدف هذاك ماركيت بونتو المعز وقتها ماتش بيج كونتر جولك وقتها جاتني باس عادية وقتها قازو مبلول حبيت نرجع في راسلتوش فهمت وقبلها وقتها كان معنا اسكندر القصري يقول لي رد بالك خاطر شوف فينا نلعبوا برشا مع معز ومعز ملاعبي في سقيف فهمت يعاونا في تخريج الكور قال لي رد بالك فهمت جات الباس هذيك حبيت نعملها ما سالتوش ضربت لي في القصبه مشيت له تعديت الله غالب هذيك بونتو اما وقتها من با دقيقتين ماركيت انا بونتو اي صلحتها صلحتها ماركيت بونتو بالراس وزيت ماركيت بونتو اخر ما حسبوش الاربيت ربحنا 3 وقت باه جمهور يخوفك جمهور يخوفني ما زنبي ماتش مازمبي خاطر تيران صغير وقريب برشا ماني مش مستنسين فهمت انا لعبت كونتر الوديد عبيد لعبت كونتر الرجاء عبيد زاد
اما مازيمبي مازيمبي 0-0 غادي لعبت نتاع 0-0 وقبلها زاد اكاو لعبت مره برك 0-0 لعبت اي فوالا الفوضى اللي في الافريق معناها تخليك معناها تستنى منهم كل شيء فهمت ذيك الجمهور الوحيد اما الاخرين كل لعبت ما الاهلي زاد لعبت شويه عبيه وزاد فهمت ما يقلقش مدرب ظلمك هاني باش هاني باش معناها مدرب ما عملكش مشكله هذه في الواحد مدرب ظلمك اما اجنبي ميساج اجنبي ما ظلمني اي ملعب تونسي ما عنيش ما ظلمنيش ما ظلمتش لاباس وقت استحقيت نلعب العاب الوقت اللي ما استحقيتش يمكن من الاول في بداياتي معناها اما باهي باهي اقرب صاحب ليك من الترجي الذي توصي يعقوبي ورامي جريتي رامي جريتي كنت تلعب شكوبا مع الشباب نلعب مع سامح رامي رامي لا سامح شكوبا سامح شكوبا بطل تونس وش كبك يعني قوي اخوي يحسبها يحسب عليك من نوعك اللي تبدا شد ثلاثة وراخ في كف قول لك هاي طيش وما ليه سامح حاجة اخر ملعبي باش اما نلعب رمية مع الوليد ما شكبة ليه ما ليش شكرا شمس دين ذوادي يعطيك صحة ميرسي اكسبريس زاد الترجي عنده فضل من الناحيه الماديه على برشا ملعبيه وتعترف بهذا شمس بالطبيعه انت كي باش تمشي تدخل اسبيرونس ديجا معناها فم باش تحلك بين اخرين فهمت كان كان شهر كيما يحكيو كيما يحكيو في 100 مليون وفي 90 وفي 80 وفي 120 ما نفهمش نحن اللوكو من نوصلوا لجانب اكثر لجانب اكثر ولا اللي كان برا ورجع وباسمه سواديزون ولا اللي مهم خرج لبرا ورجع ولا اللي زانترناسيونول اللي يجيو من برا فما لي زافريكان زاد باهين لك الأكثرية ذوكم يعني اللي جوار لوكو اللي يلعبوا في تونس ما نوصلوش فما برشا ناس يمكن ما يعرفوش المعلومة ولا نسيه شوية اللي عندك خوك وليد معناتها وليد الذوادي فوالا اللي معناتها نعرفه لعب في نادي الافريقي فترة هذيك شوية ولعب في برشا جمعيات في مرسى وغيره في حمل ومشى للكلوب وقتها ومشى للمرسى ولعب في قفصة ديرنييرمون مشى معي ليبيا قعد غادي بن عروس لعب في بن عروس بن عروس وي بن عروس هاي كان ينجم يعمل كارير من خير برشا وليد عنده ديك يقولوا اللي هو كان تكنيسيان بالقدام يعني كان ملاعب حتى تكنيسيان اللي كنت قالوا كنا شويه مشاكل كنا شويه مشاكل مازال خليه خير من مع خوك مازال يلعب خير من شجعوه هاي شجعوه هو ناخي عنده ديك كاليتي باهين عندك تكنيك مو اللي فالابل كان بيفو هو فورمي بيفو بعدك كيفيه نرجع في اللاكس قاعد داك اللي تخرج الكره معناها مريق اللي عنده تاي بدنه باهي المشكله نتاعو ديما تقعد يتضرب فما دي بليسور عمل العمليه زيد على ركبته معناها هي الجنرال مو معناها المشكله الملاعبيه الكل هي اللي بليسور فهمت ما تفهمش لي صبيته صحيح هو معناها كان ينجم في الوقت اللي باش يطرشق ديما تصير له فازة معناها يتضرب معناها يعمل عملية معناها حاجة مازال كارير متواصل مازال صغير منه 26 سنة 27 صغير وان شاء الله يعمل ريديماراج كارير على خاطره معناتها تنبأنا له بمستقبل كبير عنده كاليتي مشى للكلوب هو صغير معناها يمكن قوة شخصية بينك وبينه هي اللي فرقتها معناتها تحسك تحكي لي زادة في من قبيلة من مطلثة نحكي وتعديت زادة بصعوبات واحد آخر يبطل كورة ويسلم ويأيس ما حكيناش في ديتاي ما انا تعديت حاجات راهو انكرويابل فهمت ينجم واحد كيما ذيك وانا صغير كنت نجم نمشي كوتي معناها من الاسبيرونس الحاملين واحد صغير ينجم يبطل خويا وتعدى اكوتي مش حاجه اخرى فوالا وزاد تعرض برشا حاجات في حاملين فقط انا عملت عمليه وفما شكون ما صبرش عليا يقول لك مازال صغير وواحد ما عمل شيء ومن استنوا منه شيء هذاك قلت لك سينابيل بالحاجه هذاك قلت لك نحبه هو وقتها صفات العبيدي وقتها وقفوا معايا وقالوا راهو دافع عليك خليه ونتلهوا به راهو مستقبل وكذا وقتها خليوني وربحهم بعديك واضح من الحاجات اللي نجم معناها
شعره ما بين الريوسيت تلقى روحك في بلاصه تلقى روحك في بلاصه ماكش في الكوره تماما. شمس الدين ذوادي حملم بديت فيها كلاعب رجعت لها كمدرب توا. دخلت في فتره صعيبه شويه نادي حملم فما بعض الصعوبات الماديه معناتها على المستوى النتائج. كيفاش كانت نهايه الموسم بالنسبه لكم وشنو ربحت منها التجربه هذه؟ والله اول حاجه نحب نشكر اداره الفريق اللي خموا فيا بعد ما كملت الكوره وقت انا خذيت ديسيزيون اللي انا باش نبدا نقرا في نعمل لي ديبلوم تاعي ونبدا معناها مرحله جديده في حياتي اللي انا معناها يكون مدرب وحلمي فهمت انا مغروم من حب فهمت هذا معناتها توا عامل هكا بلونت كارير للتدريب ان شاء الله وشكون باش يكون معايا في ستاف بشويه بشويه في مخك شكون يكون معك في ستاف ان شاء الله اللاعبيه توا قاعدين يلعبوا لا بطلوا قاعدين يحضروا في شيء لا اصحابي هذوما اللي ياسر مثلا لا ممتاز انه تكون فاهم شو تعمل نهار اخر اشرف محفوظي زاد صاحبي بوم ما عملش كارير كبيره هو بطل على بكري اما سافا معناها واحد يحلم فهمت محلية واحد يبني حاجه ما كانش في الامكانيه تكمل الكوره في حمل لنف تعلق في حمل لنف ما كانش في بروبوزيسيون ولا ما فكرتش معناتها كي رجعت لحمل لنف كانت فما كلمني وقتها مسؤول مو الحقيقة أنا وقتها كان جيت نعرف روحي باش نقدم الإضافة لحملم في الوقت ذاك كنت النجم فهمت أما أنا بعدت وقت بعد كما قلت لك البريود اللي حبيت نرجع لقيت روحي بعيد فهمت على مستوى تدريب المسيرة متى معين الشعباني تغريك هكا شمس الدين ذوادي تشبه شوية خاطر بين ترجي حملم في علق صغير في ساعة دخل التدريب تستلهم منها شوية ما تنجم تعاود كارير الناس كل حكاو فيه الموضوع هذايا وناس كل قرات فيه الخير معناها باش نتعدى بالكارير هذيك اما ما نتصورش معناها كل واحد باش يتعدى نفسها هي بدات كيف كيف فهمت البداية لحد الآن كيف كيف معناها البداية لحد الآن كيف كيف ان شاء الله واحد يعمل خير من موعي ان شاء الله البارح ان شاء الله برغم اللي عملوا دو تشامبيونز ليغ معناتها حاجة واللي عملتوه انتم الجيل في الترجي التونسي يقعد تاريخ حتى هو خدم على روحه الحقيقة وزاد عنده لاشونس اللي وقتها جا في جروب باه وعنده إدارة مساندته بالقدي تحط ومعناها ما خليهش من روحه معناها خدم بالقدي براتيكمو الستاف الكل معناها هو ومجدي وقتها عثمان وصبري ناصر فما معناها حتى هما عملوا ستاف معناها موجين يحبوا بعضهم الحقيقة كان كوزين انترن ما يخرج شيء معناها يحبوا بعضهم فهمت قلوب صافي مشيت الأمور تو باش نعملوا اسكا الاخر في الترجي الرياضي التونسي في فقره هذه كيما الكويز باش نسلك بعض الاسئله في فيسع تتذكر بتذكرش وبالنوت هذه على 10 ومن بعد نكملوا في حمل انف لانه البارح نادي حمل انف كان اعلن انك باش تكون موجود في الـ في الـ في ستاف باش نحكيو شويه على حمل انف شنو اللي نجم يتصلح شنو نجم يتبدل توا في الفتره هذه واكيد هذا نداء للجماهير حمل انف كل انه تقريب تلتف على مع الفريق لحظات ونكملوا الحوار معاك توا نمشيو لتفكر شي تفكرشي برشا جماهير قاعدين بطبيعة يتابعوا فينا في الحصة هنا وشكرا على الجاليرية ذيك اللي كاملة غادي توحشت جمهور ترجية مين جاليرية زوز مني اسمع مازال الكرفليكس نتاع ملاعب يغزر يوم زوز يعني توحشت الترجي توحشت جمهور ترجي التونسي تصور نسلوا بعض الاسئله على الترجي التونسي معناها تتفكرهم وانت تفكرهمش هذايا تو باش نعرف اسكو انت كيما تحكي مكشخ صحيح ولا لا معناها يا لطيف هاي قداش هز ترجي من بطوله؟ 34 معلم يعطيك الصحة اعطينا كل المؤثرات الصوتية هذوك باش نقولوا لهم اعطيني حقي اعطيني حقي باهي جاوب صحيح راهو الفا السؤال الاول باهي دونك السؤال الاول صحيح باهي قداش من بطولة متتالية هزتها الترجي وانت مشارك في برشا منهم في الاخرانية هذه اي في الاخرانيين زوز وهذه الثالث لا شنو هذه الثالثة ما فاتش هذه الثالثة قداش هز ترجي من لقب متاكد اللي ترجي هز البطوله مازالت البطوله ان شاء الله ان شاء الله قداش من لقب متتالي من 2000 وقداش حتى للعام ناول ترجي قاعد تهز نعطيك شويه احتمالات
ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة على بعض. باه قداش من بطولة من التالية ترجي هزتهم على بعض؟ باهي أنت هزيت 2016 مع ترجي و 2017 لا هزيت 2014 أنت زاد هذيك نحيوها. باهي 2016 هزيت ما وبعد 2017 هزيت مع سي فوزي وهزيت مع سي خالد سي معين هذوما ثلاثة ورا بعض. قداش قلت لي أنت؟ قلت لي ثلاثة ولا الرابعة جاية. صحيح صحيح خويا سامحنا بالله سامحنا بالله. معناتها 2019 2020 2021 ترجي هزوا البطولات هذوما الكل نحتفظوا به كان هز ان شاء الله. ان شاء الله باش نهزوا نحتفظوا به. انت متاكد اللي فما بطوله بالنسبه للترجي السنه بطبيعه جماهير الاخرى؟ واحد يتمنى ما مش بالكليه معناها. طبعا نحكي شويه طبعا نحكي شويه عن نيفو نتاع البطوله والدربي شويه. قداش من كاس هزها ترجي الرياضي التونسي وانت مساهم زاد فيها؟ مساهم فيه انا هزيت كوب كوب بركه مع سي عمار. وي كنت اي اول طرح لانيس البدري وقتها. وي انيس البدري وقتها اول طرح 2018. باهي قداش من لقب هزت ترجي كوب الحقيقه اللي نعطيك اقتراحات 27 28 29 ما يعرفوش هذوك 27 28 29 باش توريني مكشخ صحيح ولا لا تحب ترجي الرياضي التونسي تعرف قداش من لقب 27 28 29 27 سبقت زوز. باه مش مشكل عام ستنين وعام جي. باه قداش من شامبيونز ليج هذا سهل برشا؟ أربعة إن شاء الله خمسة. أربعة إن شاء الله خمسة. أربعة إن شاء الله خمسة. بحسبك بحسبك الواحد مش مثبت قال الأربعة والخمسة مع بعضهم. أربعة وإن شاء الله الخمسة. أربعة إن شاء الله خمسة. يعطيك الصحة. دونك 94 2011 و 2018 2019 الزوز هذوكم حاضر فيهم الاخرين كمحب وشجع. باهي نعطيو خمسه على خمسه مثال شاي. برافو عليه يعطي الصحه. نربحوا شويه الوقت الله. برافو. تتفكر شي برشا كوب هذاك علاش؟ باهي اي سيدي باش نكملوا توا نحكيو زاد على معناتها حملم في الفتره هذه باش تكون صعيبه شمس. معناتها مازال لكم مسابقه الكاس مباريات الكاس كيفاش تجمعوا اللاعبين وكل شيء. اما شنو اللي صار جوستومون باش حملم فتح؟ مو هي من الاول الحقيقه ديما حملم ما تعلمش من الاغلاط نتاعها. ديما ديبار ديما سيناريو يتكرر ديما ديبار صعيب وفما ساعات تتيح تمنع وتقول العام الجاي ما نعاودوهاش وتتعاود نفس الغلطه. فهمت هذيك الحاجات اللي الحقيقه معناها متكرره لازمها يشوفوا لها حل. بون سني بون ما كنتش متبع من الاول معناها كنت نكاور كي جيت معناها الحقيقه قالوا لي راه فما ملاعبي فما لي كاليتي فما ملاعبي ولقيت دي كاليتي بالحق فما اما نقص كونتيتي زاد نقص حتى زاد فما لاعبيه ما عندهمش ديكسبيريونس صغار مازالوا وتحطوا في بريسيون. احنا كي جينا 5 ماتش الاخرين 5 ماتش ديسيزيف فهمت فما عندك 3 ماتشات في بلادك زوز برا معناها صعيبه فهمت صعيبه كجوار معناها كي باش يلعب وقت نلعبوا 4-1 صعيبه معناها باش تطلب برش حاجات من الملاعبيه. حاولنا نصلحوا لي مينيموم الحقيقه المدرب مير جيزاني خدم خدمه باهيه مع الملاعبيه رجعناهم سي بلون مونتال طلعنا لهم في المورال نتاعهم. الملاعبيه باهين تكنيكمون باهين فما 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 ملاعبيه نجم تبني عليهم كيب اما ماهمش في احسن حالاتهم فهمت. حاولنا نوصلوهم احنا للتوب في الجورجي معناها نحاولوا ماتش حمام سوسه عملوا ان جرون ماتش ناقص يكون باش يحط كره في الفيلي الحقيقه معناها الماتش هذاك عملنا فيه كل شيء. بون جاتنا زوكازيون رانيناهم اما ما عندناش لاتاكون الحقيقه مونك داتاكون صلحت الديفونس كانت معناها ثم مشكله قاعدين يقبلوا برشا بونتوات صلحت الديفونس الحقيقه الملاعبيه عملوا ماتش باهي معناها 5 ماتش هذوك اللي جينا فيهم بلوز او موا باهيين معناها ما قبلناش برشا اهداف اما ناقصة جماعية الحقيقة رصيد بشري معناها ما كانش معناش عندنا لارجومون معناها نتاع ملاعبية باش تدور فيه قلق هذا معناها قلق بالطبيعة حتى باش تخدم صباح وليل واحد ما تنجمش ما عندكش كونديسيون صعاب الحقيقة فهمت والامور مالية هذيك هي حملهم معناها الرئيس معناها مش مقصر الإدارة اللي شدت معناها مش مقصر حاولت تخلص لماكسيموم الملاعبية
حبت تعطي بريم روندمو حتى في لي ماتش فهمت، عطات دوبل بريم يعني حبت دز من على الملاعبية الماكس فهمت. وصلنا معناها ليلة الماتش معناها يلمدوا معناها باش يعملوا هكا باش يفرحوا الملاعبية باش يموتيفيهم باش يعملوهم بريم فهمت. بشيء معناه ما مشيتش الامور وقتها، خاصة عندك ملاعبيه جانب اذا كان ما يخلصش ما يعطيش تحسوا مهمش نهار المباراه. سهل لك الاندماج مع الملاعبيه انك لعبت مع برشا نتصور ضدهم وكل شيء وتعرفهم واصحاب وكل، ولا جينيراسيون صغار شويه دوما؟ بو هذوما صغار شويه ما فيهم، فيهم ربيع لعبت انا وياه وزيد حسين ربيع لعبت معاه حسين ربيع وشي هي معناه نعرفهم يقولوا في الليتوا فهم ملاعبين نعرفهم في حملهم معناها اللي بيرزين فهمت. مثلا مسؤولين هذوك هما معناها اللي كنت نخدم معاهم كجروب ما فيش مشكل، خاطر سمعنا في نهايه الموسم بعض المشاكل الملاعبين يلعبوا في سيكس البرة وخرج حتى كومونيكي معناتها من الهيئه. صحيح سيروا تسارك نعرفش انا ثم رولاشمون صار بعد ما خسرنا الماتش مش ما خسرناها عملنا نيول في مع المتلاوي وسي ابي ربحت انا حسابيا وصايب نترجع اللاعب التونسي معناتها في الماتش بلي شونجو وفما معناها ملاعبيه اللي ماني داير عليهم الجمهور كما نقولوا نحن فهمت بريسيون عليهم بريسيون حب يظهر لي هو معناها مش ما على بالوش اما راني موجود فهمت وراني هوني وولد حملنف وكذا فهمت همشي كور في سيكس ماني فما يسيروا راه الحاجات هذوما حتى في لي غرون كلوب يسيروا فهمت. باهي المستقبل توا لانقاذ النادي هذا خاطر بالحق الحاجه اللي توجع في حملهم في شمس ديما سيناريو يتكرر كما قلت كل موسم نفس الحكايه وحتى ترجع للناسيونال ما عادش قاعده تتشد في بلاصتها. الحقيقه الاداره على راسهم سي معاويه الكعبي الحقيقه عاملين مجهوداتهم كل مجهودات شو لازم مثلا السلطات تتحرك مصادر تمويل مش حاطين دوزوبجيكتيف عام باهي ونبنيو عليه ما عادش ترجع هاي ما باش نبنيو على ثم معناها ثم خدمه كبيره في الاداره فيو للمشاكل اللي صايره تو معناها مع الرئيس السابق وكذا وفما معناها ثم لقاو تيران دونتونت ما بينيتهم مشكور سيد الوالي اللي استدعاهم فهمت برحي. وعملوا رينيون فهمت وصفاو القلوب من صفات بن حمزه وسمعوا به وهذا كل باش ترجع المسح للنادي اللي تحملهم حملف ما عندها كان معناها اولادها باش يكون شي يقفلها معناها ماهر جيزاني غادر الفريق يدخل سينابيل تاسكو اللي هي جمعيته معناتها ويرجع هو المدرب انت المساعد ياسر قبيل حكينا عليه دونك مدرب حراس تبداو التمارين على الاثنين هكاكا ان شاء الله تحضروا للكاس منافسات الكاس الكوب معناها لو برومي ولا لو دو فهمت وشنو هو الاوبجيكتيف نتاعكم توا باش نمشيو للماكسيموم بوسيبل في الكوب تبداو تحضروا من تو لدو تحضروا به الشامبيونات جديده والجمعيه اللي باش تكون عندنا وواحد والملاعبيه الصغار اللي عندنا ملاعبيه باهين ان شاء الله باش تشوفوهم عم نجي ان شاء الله. دونك تفهمت مع هيئه حملنف انه باش تواصل يعني معناتها الفتره هذه وبعد تدخل مع اي طرف فني للمستقبل ذا حكيت مع يوسف الاحمر كلمني واحد قال لي معناها عندك الرغبه باش تقعد معنا قلت له بيان سور معناها جمعيتي مستحقت لي وميم تو نكمل دبلوماتي معناها انا بديت نزيد كي بديت وي الحقيقة معناها وباش نكمل معاه ان شاء الله ونعطي كل ما عندي معناها باش نهزم مورال الملاعبيه باش خاطر ديما الادجوان اللي باش نلقاها ديما اقرب من لونترونور من الملاعبيه فهمت ثم ديسكور اخر وفما شمس كي كنت تلعب قبل شكون اللي غرمك بالتدريب شكون المدرب اللي بالحق معناتها كي كنت تدرب عنده تقول تيا انا اليوم باش نولي كيف وشرهك في التدريب سي معين الحقيقه بالحق معين براتيكمون فوزي لا ما تصورش بالكومبورتمون هذاك صعيبه شويه مازلت ما شو تتخيل من بعد تولي تعمل كيف فوزي لازم تكون خاطر واحد يخرج من سينتو الحقيقه انا توا سينابيل كوكي ولد خالت مارتي فهمت ايوا ولد خالت مارتي معناها كي نحكي معاه في اوكي هذا ما هي جونتي فهمت ماتش الاخراني في صفاقس تحول قلت له سينابيل شبيك اللي تاكا فهمت العبد يخرج من سيرته معناها ما عادش نعرفوا اللي هو كالم ترونكين برشا من وقت الكوره اما سي معين معناها وقتها كان صغير وقريب ولعبت معاه برشا فهمت وصحاب انا وياه كان قريب لي وصحاب وعشره في حملهم لكن اللي معناها
صاحبي ولا انترنور. القصة نتاعو كما قلنا قبيلة نتصورك تحب تصلها بطبيعة ان شاء الله ربي سهل. نكملوا معناتها دقيقتين مازالونا. ترجي الرياضي التونسي توا شو تنجم تقول على فريقك في وضعيته الحالية؟ يبدو انك متأكد شوية انه ترجي باش يزبط ولا مازال اللاعب؟ خاطر رينا انقسام في الآراء برشا بعد الدربي، انت برشا انتقادات زاد تعرضوا لها اللاعبين. ما فما شيء يجيب السهل. اول حاجه معناها الملاعبين لازم يخدموا على رواحهم. النيفو نتاع لي زيكيب معناها متقارب برشا. صحيح الاسبيرونس ماخذ انسوندون اعلى شويه، اما ماتش الدربي معناها مش ريفيرونس معناها، خاطر بو هي ماتش الدربي حاجه كبيره معناها في تونس. معناها باش تربح دربي ولا كما نقولوا ترجي معناها بالمستوى بالمستوى المتوسط اللي عملته ماتش الدربي ما خسرتش، فهمت؟ معناها باش يوريك قوه الاسبيرونس، قوه الجمعيه. حتى في اسوء حالاتها كما نقولوا ما تخسرش، مازالت في المرتبه الاولى. عندها ماتشوات في بلادها، فما ديربي زاد باش تلعب قدام جمهور الاسبيرونس، فاكتور كبير. فاكتور كبير الجمهور، خاطر معناها كوميه معناها كلوب تلعب كونتر كونتر الاسبيرونس قدام جمهورها. انا باش تعطي احسن ما عندها، ونتصور الكلوب وعملت هذاك الكل وما ربحتش الاسبيرونس، فهمت؟ وضربت الجزاء وضيعت وبرش فرص، جاتها فرص جاتها، عملوا ماتش كبير الحقيقه. شنو رايك في اداء الحارس صدقي الدبشي؟ دربت معاه شمسه صدقي، جانا صغير وقتها، وقت انا مازال صغير وكانت الناس كل تتنبا له معناها في البدن، وفهمت الكاليتي اللي عنده تكنيك، فهمت في البريز وكذا. في التمارين كنتوا فايقين باللي كاليتي هذوما؟ كنتوا هكا بين بعضكم اللاعبين متاكدين شوالي حاجه نهار اخر ولا مازال ما ظهرش وقتها؟ لا ظهر عنده الكاليتي، اما بالخدمه ينجم يولي يتطور وكل شيء بالطبيعه. خاطر معز مش كيما معز وصغير، كيما معز كبير. خاطر معز ما ننساوش واحد معز مسيره كبيره في ترش والقاب جاب القاب تروح اللي حكيت عليه مع زنبي قبيله 0-0. معز عمل ذلك 10 بارادات تقريبا، جاب ماتش وحده اكثر اي ظالي اكثر، عمل ماتش اكسبسيونيل. وسامحوني في الكلمه، قصف من مازنبي على بعض وقت على بعض وقت شدونا دزيمي طون الاخيره في تركينا، وكان معز معنا عمل ماتش كبير، هو اللي فسخ على الخط ونحر راس وعمل كل شيء. عمل ماتش كبير وعنده دخل كبير تصور في التيتر هذاك الشامبيونز ليغ. حتى الماتش هذا معناها معز كان يدز في ريناها في صدقي حلو برشا، وشجعوا برشا. حتى بعد الماتش شفنا تصوير حلو برشا مع الانترنير مع كذا مع بعضهم. لا وحتى مع فرق المنصف قبل ريناه ديما معاه في ليك ناسيونال وكل شيء. ترى انه حكم الجماهير 30 سكوند الاخرى ولفا كملنا، حكم الجماهير كان قاسي شويه على معز معناها هذيك هاي الاسبيرونس صعيب الجو صعيب جمهور صعيب ونسي معناها كان يرجع معز ويعمل دو تروا ماتش باهين معناها باش يرجعوا يشجعوا. توا الصدقي معناها نتمناو له كل التوفيق، قاعد يعدي في ماتشوات باهين يشد بلاستو، عنده الحق باش ياخذ فرصه في الاسبيرونس. براتيك مو 4-5 سنين توا في الاسبيرونس، جاي لو طون اللي باش يشد يستغل فرصته ويمشي جسكو بو يخدم على روحه. حكيت معاه شويه معناها سير انستغرام، انا قلت له خليك كيما انت، يخدم على روحك، ما تدخلش في دوامه صحيح راه ما تعرفش عليها، خليك كالم، اخدم على روحك، استغل الفرصه معناها هذيا باش تزيد تقدم وكهو. خويا يعطيك الصحه، بارك الله فيك شمس الدين الغويدي، شكرا جزيلا.